سبب انخفاض التضخم في المملكة المتحدة هو عموما قطاع الأغذية وقطاع الطاقة، بس ما ننسى أنه في عمود ثالث بالاقتصاد البريطاني مهم كتير، اللي هو عمود الخدمات. قطاع الخدمات كان التضخم فيه بمستوى 5.7% بشهر مي. هذا بيقول لك أنه نحن فوق اللي كان يتوقعه البنك المركزي. البنك المركزي كان متوقع لقطاع الخدمات 5.3%، يعني إجا كتير فوق المستوى المتوقع من قبل البنك المركزي. برأيي أنا سبب هذا هي الزيادة هي عبارة عن مرحلتين انتقاليات. خلينا نقول أول شيء بشهر أبريل وشهر نيسان زاد المعاش مستوى الراتب الأدنى على مستوى المملكة المتحدة، وهذا له تأثير مباشر على قطاع الخدمات. واثنين، هو كان في نوع من الزيادة بالأسعار بقطاع الخدمات. فهدول العاملين الرئيسيين يلي خلوا إنه مستوى التضخم بقطاع الخدمات كان أعلى من توقع البنك المركزي. بالنسبة لهذا المستوى من التضخم مؤقت، ما بتوقع إنه رح يدوم كتير، ويعني ولساعتنا أنا بظن ست نادين بالسيناريو المحتمل إنه البنك المركزي البريطاني بعد ما تمر الانتخابات إنه يتطلع على إنه بلش الخفض الفائدة بشهر أغسطس. انتقالا إلى البنك المركزي السويسري، خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، كان في البعض يتوقع هذا القرار اليوم والبعض يتوقع التثبيت، برأيك ما خلفية اتخاذ قرار تخفيض الفائدة للمرة الثانية على التوالي من قبل المركز السويسري؟ البنك السويسري عنده مشكلة كبيرة بأنه الفرنك السويسري كتير عالي سعره، له كان كتير تأثير الانتخابات الأوروبية على فرنسا، وفرنسا عامل كتير مهم بسعر صرف الفرنك السويسري. بظن أنه الوضع بفرنسا له تأثير مباشر، والبنك المركزي السويسري قرر أنه ما بده يدخل خلينا نقول بمتاهة أنه يلاقي حاله بسعر فرنك سويسري عالي جدا، وسياسته كانت واحد يعني الحل الوحيد قدامه انه يخفض الفائده بشان نوعا ما يخفض من سعر عملته او ينزل شوي من الضغط على عملته. هناك من يعتقد انه المركز السويسري لا يستطيع ان لا يلحق بالاي سي بي، لماذا؟ يعني هلك ان تفسر لنا هذه العلاقه، لانه الاي سي بي خفض بالاجتماع الماضي المركزي الاوروبي. الاي سي بي بالنسبة لي ست نادين استبق كتير الخطوة. أنا بظن أنه كريستين لاغارد كان فيها تتريث نوعا ما لخفض الفائدة. بظن نتائج الانتخابات الأوروبية بمنطقة اليورو كانت مؤثرة جدا. ربح خلينا نقول القطاع اليميني المتطرف اللي هو نوعا ما بيشكك بأهمية الاتحاد الأوروبي، وضمنه في عنده سياسات كتير خلينا نقول سياسات ضد الاتحاد الأوروبي خلينا نقول. فأنا بالنسبة لي استبقت الوقت. أنا بتوقع يعني كان لازم كريستين لاغارد تتريس وتأخذ قرارة بالجلسة القادمة، مو بالجلسة السابقة على الانتخابات. يلي عم يصير بفرنسا له تأثير مباشرة. ماكرون بوضع كتير ضعيف اليوم، حضرتك تفضلتي قبل شوي إنه بده يخفض فاتورة الكهرباء 15%. يعني بتحسي إنه ماكرون من 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 حزب وسط صار عم يتحول ل حزب شعبوي نوعا ما، لانه بده يغسل ماء وشه بسبب نتائج الانتخابات. وهذا لاول مره بقول لك انه حاسس انه القرار السياسي او نتائج الانتخابات السياسيه لها تاثير على سعر صرف العملات اكثر بهالمرحله، هالمرحله الانتقاليه البسيطه، اكثر من النتائج الاقتصاديه ونتائج التضخم. الامر مختلف للبنك النرويجي اللي بالعكس، يعني اليوم اخذ قرار التثبيت، ارتفع الكرونة النرويجية، وهذا ما يبتغيه يبدو انه ما بده يضعف العملة المحلية ويستورد التضخم. فايضا ما رايك بخلفية هذا القرار؟ أنا بظن إنه هذا القرار الصحيح، لأنه البنك المركزي النرويجي يلي عم يحاول يساوي هو إنه بفضل إنه يحمي اقتصاده في ظل عملة ضعيفة جدا أكثر من ظل عملة قوية جدا. فما بده يستورد مثل ما حضرتك تفضلتي تضخم، وكمان ما بده يخلي منطقة اليورو نوعا ما تأثر عليه. مثل ما قلت لك قبل ثواني بس على سويسرا، كمان الانتخابات كان لها تأثير كتير
كبير. بتوقع انه هي مرحله انتقاليه، نحن ماشيين بطريق ست نادين انخفاض التضخم. بظن انه هالموجه رح تمرق، ورح تمرق بفتره قصيره كثير، يعني ما بتوقع انه يعني قبل ما نفوت بالصيف الحاد بشهر اغسطس رح نشوف تغيير نوعا ما بقرارات وبمواقف البنوك المركزيه.